صالح عبد الله العسعوسي. صالح عبد الرحمن. الله. صالح. أسرة كويتية عتيجة. عيسى العسعوسي. ما شاء الله. ديوان العسعوسي من أسسه اللي على البحر؟ الجدود. الله. سنة 1742 الثاني. الديوان الثاني. الله. والأول؟ لا ندري. من أسسه؟ يعني ما في شخص معين، العائلة أسسها. يعني كان وقتها منو عميد عائلة آل العسعوسي الكرام؟ محمد ابن حسين ابن جابر. الله. من الخوالد من بني خالد. نعم هالاسم. زين بسألك يا رمسي محمد وعلي وصحبه سلم، هو كان هو ديوانهم ديوانكم على البحر، لأنه كان في نقعة خشب. في خشب سفن. خشب نقعتهم نقعة العسعوسي. الله. نعم. منو كان النواخذة؟ النواخذة 25 نوخذة. ما شاء الله. منهم جدي عبد الرحمن وأولاده حسين وعيسى وأولادهم علي الله يرحمه وبراءه. زين كلمة العسعوسي عمي منين جاية؟ العسعوسي أنا أعتقد أن تفسيرها من العسس اللي هم يروحون في مقدمة الجيش. الله. شجعان. يعسون العدو ويتعرفون قبل البحر، هذه قبل ما يجون على البحر. هلا هلا حبيبي. والله سيدك. زين طال عمرك في العوسي يقربوا لكم؟ لا ما يقربوا لكم. ولا السنعوسي، السنعوسي شمر هذول بني خالد. الله. انتم العسعوسي بني خالد. نعم. بسألك نسيبنا فوزي خليفة العسعوسي زوج اختي كوكب. زين سيدي بسألك شنو الشخصيات البارزة اللي استلمت مناصب من العسعوسي؟ عبد الله العسعوسي تقلب في كثير من المواقع، وحسين العسعوسي كان وكيل وزارة الأوقاف لسنين الستينات. حتى بالسبعينات كان موجود. وبعدهم هلا طال عمرك هلا برشود. عبد الرحمن ولد عبد الله العسعوسي وعبد الله صار في المجلس البلدي، صار في لجنة الجنسية، يعني صار أدى دور. وكان واحد العسعوسي يزور الوالد سيد ويس هاشم رفاعي وزينب شيخ في يم بيت عمتنا مريم السيد احمد صالحي زوجة السيد يعقوب السيد يوسف الرفاعي بالعدالي. عبد الرحمن العسعوسي. عبد الرحمن العسعوسي وراء ديوان الشاهين وال ابن عم عيسى عبد الرحمن اللي في العدالي. عبد الرحمن موجود؟ موجود يعني حي. حي. وفي يم شارع من العسعوسي، شارع الموازي شارع دمشق. الله. الموازي لشارع دمشق هذا شارع عيسى ابن عبد الرحمن العسعوسي عمي اخو ابوه. في صديقنا ابو فهد عبد الوهاب العسعوسي. عبد الوهاب فهد كان بالداخليه. اي ولا يزال عبد الوهاب موجودين. لا ولده مدير خدمه المواطن فهد. موجود. يمكن عقيد او رائد. موجود. فما شاء الله وايد شخصيات. وفي بال اذا ماني غلطان بالفيحة وفي بالنزهه. موجودين. وحاليا منو عميد العائلة أنت؟ لا والله الآن فلاح ابن عبد الله العسعوسي. الله. خلف أخوه عبد الرحمن ابن عبد الله العسعوسي. ما شاء الله. وأنت أين عملت عمي؟ أنا قضيت حياتي في التربية. ما شاء الله مربي فاضل. جزاك الله خير. أنت أزور أبوك الله يرحمه الشيخ يوسف زمان. ايش رايك في شخصيته؟ هذا ما عليه كلام. رجل هذا رجل تاريخ. هذا له خدمات على الكويت واهل الكويت. تسلم سيدي. مثل عائله يكفيها شرف انها تنتسب الى آل البيت. شكرا سيدي. منو وين درست؟ انا درست بالشام. الله شوفكم ما شاء الله فتح. وين؟ درست في دمشق. يعني عند الكفتار والبوطيق ويدر هالعلماء ولا عند الكلواتية النبهانية؟ على أهل سيدي المنيف. بارك الله فيك. منو كان شيخك؟ أنا
شيخي أحمد راجح من تلامذة الشيخ قفدارة. أيوة توني ما شاء الله عليك. يعني درست آخر المراحل ولا أولها؟ أنا درست كل المراحل. والله يعني أنت انولدت هناك؟ إي ما شاء الله. والخوال؟ الخوال من وين؟ الخوال يا سيدي تسلم من بين محمد والنعمان. يعني ما شاء الله انت يعني عالم. العفو بارك الله فيك. لك مؤلفات؟ لك شيء؟ من بعد شكرا. ما ألف شيء. حضرت الموالد اول نبويه عند ابو يعقوب الرفاعي؟ حضرت ايام الجمعه ويوسف السوري سيف الصابري خليل ابراهيم سيف تعرفت على يوسف الدليمي يجون حتى كان يجون الجمسوري رويس بس واحد اي صح. بالنهايه منو جيران العسعوسي في ديوانكم في البحر؟ النصف ديواننا والروم ديواننا والشملة جيراننا وقريمز جيراننا كل الفريج. احنا الصف الاول انت شايف الديوانية وين عرفت؟ ايه قبال يعني قريبة من قصر السيف وراها حاليا مدينة قرية تراثية قبال الخارجية. لا يا اخوي روح شرق. انتوا على يمينكم ديوان النصب ويساركم ديوان البدر والبحر لا. والشملان الشملان وهناك الروضان والملا الروضان بعد ملا صالح والكليب والخالد. يا رب يا رب نبيك تدعينا سيدي ترجل يعني درس الابدال الشام الوالد معلق بروازهم بالمنصورية ابدال الشام 40 ما شاء الله كلما هارون والخطيب ودبس زيت ودبس جزاهم الله خير واجرهم الله ويرحم والدك امين ان شاء الله. احنا المتقاعدين شنو توصي الاعضاء والمجلس هم علينا؟ اول المتقاعدين الله. خليهم يشوفون امير قطر ايش سوى للمتقاعدين. الله قطر اللي كانت بالحضيض واحنا فوق. الله شوف الحين ايش يسوي. الله شوف اخر شيء سوى الشيخ حمد تميم تميم شوف يقول لهم شوف تميم ايش سوى هاليوم هذا اليوم هذا. الله لا شيخنا على الصباح ما قصروا ورئيس وزرائنا الشيخ حمد النواف يعني واعدنا بس هم يقولون انه ما يصير نسيل الفلوس الكاش. والله شوف يصير شرعا ليش لا يعني اذا كان اليوم انت ورئيس ما سمتنا احمد عزيز السعدون والنعم بالجميع كلهم يبحثون مصالح. لا بس هم يقولون بعضهم يقولون تركم تبيعون نفط وتصرفونه يعني الاقتصاديين يقولون كذي. لا لا هذا مو بس بحكم الله لا انفق يا ابن ادم ينفق عليك وما تقدم يعني هذا يبيع غاز وينفقه على وطنه. الكويت طلع فيها غاز اكثر من كل دوله بالعالم غير الدره على البحر سلف لي واحد. الحين دولة الكويت حاليا دولة الغنى دار السبع. هذه مبالغة. النفط هناك غرب مو بالخليج. روح شوف نفط سوريا وغاز سوريا اللي يتكلم عليه الآن أمريكا وإيران وروسيا يتكالبون على ثروة هذه الأرض. نفط حلو صوفي نظيف. يلا اي والله وين درست؟ ما درست بالكويت كلش مولا صالح مولا مرشد؟ لا انا كل دراستي هناك الشام. يا رب يا رب ما رشحت مد السمة؟ لا الحمد لله شخصية حلوة شخصية. بارك الله فيك. الاسم الكامل؟ لا والله عليك صالح عبد الرحمن. وعليكم السلام. عبد الله صالح عبد الرحمن عيسى العسعوسي. الوالد كان سيد الربيع كله يبي تطبيق الشريعة المادة الثانية. والله شوف شوف الحين النواب نسوها منع الخمرة الشريعة إذا طبقتها في بيتك كل واحد يطبقها في بيته ما احتاجين لأحد يطبقها. طبقها في بيتك على عيالك وأنا على عيالي انتهت. من اللي يمنعك؟ من اللي يقول لك لا تطبق شريعة في بيتك؟ صح صح. اللي يقول لك آثم صح ثم آثم صح ثم آثم. سيدي هذا الاسلام اللي كتاب الاسلام بالانجليزي ابو يعقوب سوي انت في حدا اسلم على ايدك؟ في واحد ماني من الدعوه.
بالتبليغ الدكتور رامي الرفاعي الحقاني. أهل الدعوة أولى من فيه يا رب. أنا ربيت عشرات الألوف في المدارس الله، وكان لي إن شاء الله إن شاء الله. وين؟ في القادسية. هلا سيدي. في الرميدية، في قرطبة، يعني مدارس عدة. أنا كنت إمام مسجد؟ صرت إمام مسجد؟ لا يعني بس بالتربية. تربية وداعية إلى الله. وبسوريا من أصدقائك اللي غير الشيخ راجح؟ ما أعرف. ما اللي درسوا معاك الطلبة صاروا علماء؟ ما أعرف. إذا كان صاروا علماء هم يعني بس الشيخ راجح، ما في عالم غيره؟ هذول هذا الشخص اللي أنا درسني علاقتي. إيه والله عطين هذا عطر، بسم الله بس عشان أشيله، هذا هدية لك. أكرمك الله والعافية. جزاكم الله خير. شكرا سيدي. سامحنا. لا والله احنا فرحنا فيك وانت شخصيه كويتيه افتخر فيها. بارك فيك. حياكم الله. ما عليك زود. لحقت على اميرنا شيله. لا سيدي من احمد الجابر. هلا سيدي رشيده. من احمد الجابر ولا عبد الله السالم؟ من عبد الله السالم. مواليد اي سنه؟ انا مواليد 45. ما شاء الله قبل النكسه. دعينا سيدي ان شاء الله. حياك الله موفقين. شرفتنا. أسرة كويتية عتيجة. لكن أسعود سيدي. شكرا.